كنز وألعاب، هيا بنا يا أصحاب ليبي. مرحبا، هذا أنا بليبي. تسلق الجبال أمر ممتع ولكنه صعب. أجل، لقد كان مسليا جدا. هيا لنقم ببعض التمرينات الرياضية كالقفز في المكان والتمدد أيضا. التمرن أمر ممتع حقا. إياكم وأن تنسوا بعد التمرن الحفاظ على رطوبة أجسادكم. واو، انظروا، هذه قارورة ماء. واو، من المهم جدا أن تشربوا الماء بعد التمرينات. أشعر بالانتعاش الآن. هل تعلمون أنه من المفيد تناول الخضر والفواكه؟ ولا سيما بعد التمرينات الرياضية، وذلك لتحتفظوا بالطاقة وتكملوا اللعب. واو، هيا نتابع اللعب معا. شاهدوا هذه المكعبات. واو، ذات ألوان كثيرة، أحمر، أخضر، أزرق. كان ذلك ممتعاً. حسناً، حان الوقت الآن لنتناول معاً بعض الوجبات الصحية. أعلم مكاناً يحتوي على كثير من الأساليب المشوقة لتقديم الخضر والفواكه. لما لا نجهز معاً بعض المرطبات الطازجة؟ أجل، هل أتيتم معي؟ شكراً، هيا بنا. أراكم هناك. هذا مطعم رو سموذي في تامبا في فلوريدا. رائع، تعالوا. يا ليت أن هنا أحداً ما يساعدنا. أهلاً وسهلاً بكم. انظروا، قد يساعدنا للحصول على وجبة صحية. مرحباً، أنا بليبي. أنا جيان، سعدت برؤيتك. وأنا أيضاً، نحن نبحث هنا عن وجبة صحية جداً. هل ساعدتنا؟ بكل سرور. حسناً، أنا وأصدقائي رقصنا وتمرنا كثيراً. ما الوجبة الصحية المناسبة لنا؟ طبق المرطبات الصحي. ماذا؟ طبق مرطبات؟ رائع، هذا يبدو لذيذاً. ومما يتألف؟ يتألف الطبق المرطب من خليط كامل من الفواكه والخضر والعناصر المغذية والفيتامينات وكل ما هو صحي. واو، هذا يبدو ممتازاً، ونحن متشوقون إلى تذوقه لأنه طبق صحي. هاي، تعلمون معنى صحي؟ الصحي هو الشيء الجيد لأجسادكم وعضلاتكم. أجل، هكذا تصيرون أقوياء. حسناً، لنجرب ذلك الطبق. هلموا، تعالوا إلى الداخل. هيا بنا. متحمس لتجهيز ذلك الطبق. مرحبا جيان. أهلا بك. أي نوع من الأطباق سنجهز؟ سنجهز طبق الأساي اليوم. ماذا قلت؟ أساي؟ بل تلفظ أساي. واو، أساي، نطقها صعب، ولكنه يبدو طبقا لذيذا. صحيح، وهو مناسب جدا لكم. أمستعد؟ أجل. حسنا، أولا سنضع القفازات. حسنا، سأرتدي القفازين، الأول فالثاني. جيد، والآن سنكسر علبة الأساي. هذا يكفي. مطرقة رائعة. والآن نضعها في وعاء الخلاط هذا. واو، ستكون لذيذة بعدما تمزج. وضعتها. انظروا، هذا اللون أرجواني. ماذا سنفعل بعد ذلك؟ سنضيف المواد وسيكون الموز هو الأول. واو، أنا أحب الموز. الموز سيجعله ألذ. سيصير ألذ بإضافة خلاصة صبار الأجاف. واو، الصبار، هل سمعتم به من قبل؟ ولا أنا. ما هذا؟
خلاصة صبار الأجاف محل طبيعي وأفضل من السكر الصناعي لأنه مستخلص من النباتات. أوه رائع! إذن وضعنا الموز ووضعنا الأساي وخلاصة الصبار، ما التالي؟ الآن علينا وضع بعض حليب اللوز. أوه أنا أحب اللوز جداً. انتهيت. إذن ما التالي؟ سنذهب الآن إلى آلة صنع الثلج لنحضر منها بعض الثلج. حسناً. ثم نقوم بمزجها. حسناً، إلى الآلة. هل أنت مستعد؟ أنا مستعد. سنستمتع برؤية مزجها. هل تعلمون ما أفضل شيء نفعله في أثناء انتظار انتهاء مزج الخليط؟ حفل راقص. هيا. هذا رائع جداً. لنكمل. والآن علينا أن نضع فاكهة الأساي معها. واو، انظروا معي هنا إلى كل هذه المواد اللذيذة، أنواع مختلفة رائعة. أجل، لدينا هنا علبة الأساي، أيضاً لدينا السبانخ. شهية. لنكمل. أجل، أما هذا فاسمه الشوفان. واو، هاي جيان، ما هذه؟ الشرائح. شرائح جوز الهند. أوه، جوز الهند؟ أحب جوز الهند. إضافة جيدة. لدينا هذه. ما هذه؟ إنها شوكولا صحية، أي كاكاو. كاكاو؟ واو، سنضيفه أيضاً. إذن ما كل هذه البذور؟ هذه بذور نباتات الشيا والكتان أيضاً. واو، أحب البذور. هاي، واو، لو كنت طائراً لرأيت أن هذه البذور شهية، لكن أنا أيضاً أراها شهية، فهي صحية جداً. هو، حسناً، أعرف هاتين. انظروا، هذه فراولة، وهذه موزة. علينا إضافتهما. حسناً. والآن، هل أنت مستعد للبدء؟ بلا شك. إذن، سنرجع إلى الأساي. حسناً. أولاً، سنضيف بذور الشوفان. سأجلب هذه الملعقة المسطحة، ثم أسكب الأساي في الوعاء مع بذور الشوفان. واو، إنه خليط جامد، لكن عند مزجه، لاحظوا، سيصير كأنه يشبه عجينة ناعمة. يبدو مثل المثلجات. أجل، المثلجات لذيذة. عند انتهائنا من وضعها، سنسوي سطحها جيداً كي يبدو شكلها أجمل. ولأن روسموذي مطعم صحي، نحن نضع الخضر في كل شيء. واو، ما نوع هذه الخضر؟ أضفت الآن أوراق السبانخ. سبانخ، هي تجعلنا أقوياء. حسناً، والآن سنضيف بعض شرائح جوز الهند. واو، جوز الهند، رأيناه قبل قليل. أجل، مذاقه لذيذ جداً. والآن الجزء الأفضل، وهو وضع الفاكهة فوقها. أجل، أحب الفاكهة، ماذا سنضيف إليها؟ سنضيف الفراولة والموز أيضاً. اختيار ممتاز. حسناً، سنأخذ بعض الفراولة ثم نضعها هنا. واو، هذا الطبق لا يبدو صحياً لذيذاً فقط، بل مليئاً بالألوان أيضاً. حسناً، الإضافة التالية هي الموز، لذا سنقطعه أولاً. حسناً، إياكم واستعمال السكين وحدكم، فليكن أحد الكبار معكم أو فليستعملها هو. أنا كبير، لذلك يمكنني استعمالها. لاحظوا هذا، تقشرون الموزة، بعد ذلك تقطعونها إلى شرائح. واو، وذلك لتناسب طبق الأساي الصحي. أقطعها إلى شرائح صغيرة ثم أضعها في الطبق. سنقرب هذا الوعاء. التالي إضافة الشوكولا الصحية وهي الكاكاو. واو، انظروا إلى الشوكولا. أيمكنني إضافة قليل؟ بلا شك يا صديقي، خذ وضع المقدار التالي. حسناً، هيا لنضع بعض الشوكولا. واو،
واو، تمطر شوكولا، رائع. واو، كان ممتعا. نعم، قد وصلنا الآن إلى الخطوة الأخيرة وهي إضافة البذور إليها. واو، شاهدوا البذور، هناك كثير منها، لنضعها ستمطر بذورا. كان ذلك ممتعا. انتهينا؟ انتهينا، وهك الطبق. واو، انظروا إليه، يبدو هذا لذيذا وملونا، فيه شوفان مطحون وفيه أيضا الأسعي المخفوقة وفيه إضافات لذيذة. رائع، متحمس جدا لتناول طبق المرطبات الصحي. هاي جيان، هذا يسمى طبقا لأننا نستعمل الملعقة لأكله وهو في طبق، لكن ماذا إن أردت أن أضعه في كوب أو أن أشربه بقشة؟ يمكنك صنع عصير مثلج. أوه، عصير مثلج، أنا أحب العصير جدا. أجل، أحب المرطبات. جيد، أتعلمنا صنع العصائر من فضلك؟ نعم، فنحن في مطعم رو سموذي نصنع عصائر الخضر وهي صحية أيضا. واو، متشوق إلى صنع عصائر الخضر. سأتذوق قليلا منها. ما الخطوة الأولى لصنع عصائر صحية؟ علينا إحضار الوعاء أولا. ماذا سنضع داخله؟ في البداية سنضع داخله المواد الأسهل للخفق. حسناً، لذلك سنصنع العصير. أحب العصير ولا سيما الفواكه. والآن حان وقت إضافة الخضر الصحية إلى هذا العصير. أوه، أحب السبانخ وكل الخضر. حسناً، إذاً ما التالي؟ سأدع الأمر التالي لك. حسناً، أظنني أعلم ماذا سأفعل. سأضع الفاكهة. هذا صحيح، ضع بعض قطع الموز. حسناً، والآن سأضع الموز أيضاً. بعض الفاكهة، أتعلمون ما هذه؟ هذه تسمى فاكهة المانجا. حسناً، هيا. وأيضاً فاكهتي المفضلة، سأضع قليلاً من قطع الأناناس. أجل، لنضيف بعض البذور والثلج. أضع البذور هنا؟ نعم، ضع بعض البذور في الوعاء. حسناً، فلتمطر. والآن إلى الخطوة التالية، سنضيف بعض الثلج إليه. حسناً، هيا، سأحمله، والآن إلى الوعاء. أحسنت. حسناً، والآن ما الذي سنفعله؟ سنخلطها. إذن تفضل. شكراً. مستعد لتذوقها؟ أنا مستعد ومتحمس. لنبدأ. تفضل. هذا يبدو لذيذاً. أجل، يبدو كطبق المرطبات الصحي، ولكن الاختلاف أن هذا عصير يشرب بالقشة. شكراً لك. هذه القشة. حسناً، وضعتها. سأنزع الورقة. هل ساعدتني؟ بكل سرور. أوه، أنا متحمس جداً لتذوقه. حسناً، سأشرب. أجل، مذاقه رائع حقاً، فضلاً عن أنه صحي. سأشرب مزيداً. أراكم قريباً. مرحباً. واو، استمتعت كثيراً بتعلم صنع المرطبات في مطعم رو سموذي. رائع، إنها لذيذة وصحية وطازجة أيضاً. هاي، ماذا هناك؟ واو، انظروا، كتب منضدة الطاهي. أظننا سنتناول طعاماً لذيذاً. واو، انظروا، هذه صورة لسان. مضحك، ولكن انتظروا، ما وظيفة اللسان؟ اللسان يساعدنا على التذوق. هذه إحدى وظائفه بسبب وجود الحليمات الذوقية، وهي تخبر دماغنا بالمذاق الحلو أو الحامض. واو، اختبار التذوق، هذا يعني تذوق أنواع طعام مختلفة. أنا متحمس، لنرى ماذا سنتذوق. تعالوا، انظروا، هذه منضدة الطهي.
واو، شاهدوا كل هذه الأوعية هنا. أجل، أظن أن داخلها طعاماً لنتذوقه. لنبدأ بهذا. واو، انظروا، إنه ليمون هندي. أظن أن مذاقه سيكون لذيذاً. إذن لنتذوق. هذه الفاكهة مذاقها رائع. ثم إنه مر. أجل، هي ليست حلوة جداً لكنها لذيذة، فمرارتها بسيطة. شهية. هيا هيا لنعلم ما في الوعاء التالي. والآن لننظر. واو، انظروا، أظنكم تعلمون ما هذا. هذا كعك مالح. لنأخذ قضمة. هذا الكعك لذيذ جداً. أجل، أيضاً مذاقه مالح. لاحظوا، إن ملمسه خشن وليس أملس، وذلك بسبب حبيبات الملح. أجل، مذاق الملح رائع على حليماتي الذوقية. إلى اللقاء. أوه، انظروا، هذا شكل مثلث. أجل، إنه مثلث، فهو له 1، 2، 3 أضلع. رائع. مثلث من البطيخ الأحمر. متشوق إلى تذوقه. قطعة البطيخ هذه مذاقها حلو. أحب الطعام حلو المذاق لأنه يجعلني سعيداً. أجل، سأجلب مزيداً من البطيخ فيما بعد. واو، لقد قاربنا النهاية. متحمس لتذوق التالي. هذه قطعة صغيرة. هذا ليمون، لونه أخضر. لنتذوق. إذن سأخبركم أن طعم هذا الليمون حامض جداً، وهو يجعل وجهي وجسدي تصدر عنهما حركات مضحكة. سأتذوقه ثانية. أحب الليمون الحامض جداً. أشعر بأنني يقظ. واو. وصلنا إلى الطبق الأخير. لنرى ما بداخله. واو، هذا قرن فلفل. هذا أخضر، وهذا برتقالي، وأيضاً هذا أحمر. سأتذوق البرتقالي لأنه بلوني المفضل. حسناً، الآن سأتناول قضمة صغيرة. هذا الفلفل طعمه حار جداً. سأرقص من شدة حرارته. واو، بعد تذوقه أنا في حاجة إلى الماء. أين الماء؟ ماء، أحتاج إلى الماء. عثرت على الماء. هذا أفضل. أحب الطعام الحار لكنه يحتاج إلى الماء، وذلك لأنه يجعل فمي مشتعلاً جداً. كان ذلك ممتعاً جداً. أرجو تذوق مزيد من الطعام معكم. واو، قضيت وقتاً ممتعاً معكم اليوم. فقد تعلمنا معاً أشياء مختلفة، كتحريك أجسادنا بالتمرينات الرياضية، وأنه من المهم أيضاً أن نمنح أجسادنا غذاءً ووجبات صحية. واستمتعنا بتعلم صنع المرطبات والتذوق باللسان. مضحك. حسناً، هذه نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. هاي، أيمكنكم تهجئته معي؟ رائع. BLIPPI. أحسنتم عملاً. حسناً، أراكم بخير. إلى اللقاء.
نسيت شيئاً. حافظوا على رطوبة أجسادكم.